سلام. معلش بضحك شوية لأنه في ناس بخلوا الواحد ممكن المخ يشت إذا الواحد ما كان ثابت. افتكرت حكاية، دخلت كنت رايحة على من منطقة لمنطقة من مدينة لمدينة بالقطار، وطبعا عندي التيكت معايا والرقم حق التيكت، فلقيت اثنين اخذين اماكننا يعني، فقلت لها بليز هذا مكاني ابغى اقعد فيه، فقالت لي ممكن تقعدي في اي مكان ثاني، قلت لها لا انا ابغى مكاني. لما شفتها بالوقاحه هذه يعني لو على الاقل كانت شويه ذوق كان ممكن افكر في الموضوع، قلت لها لا انا ابغى اقعد في مكاني. قالت لي طب هذه الكراسي اللي قدام، قلت لها لا انا انت ما سمعتيني انا ابغى مكاني بليز. انقهرت وتضايقت ونرفزت كأنه المحل محلها مش محلي، وأتاري الكرسي حقها كان في الجهة المقابلة، فقعدت عادي واستمتعت بالرحلة على قد ما حاولت تعمل إزعاج كذا، بس أنا ما كنت متفتت لها أساسا، فاستمتعت أنا وصاحبتي بالرحلة. بس إنه كيف في ناس ممكن يهزوا ثقة الواحد بنفسه؟ أنا ما صار لي كده ولله الحمد. أنا دائما يعني دائما اقول الاتصال يكون بالله، فالواحد دائما يكون ثابت، لانه صراحه في الزمن هذا انه الواحد يعني مخه يكون ثابت يعني انجاز صراحه، شغل الواحد انه 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 يشتغل على وضعه انه يكون ثابت ويكون واعي، وانه ما يشك في نفسه ولا يشك في الاشياء اللي بتحصل حوله. الفتن كثرت لا اله الا الله، فالواحد وهي من زمان موجودة، والله أساسا كمان حط لنا قصص في القرآن، يعني ما هو شيء جديد زي قصة السيدة مريم وسيدنا عيسى، يعني ما بيناسب منطق المخ، لكنها معجزات سبحان الله، وزمن المعجزات ما راح، أو الفتية اللي راحوا للكهف عشان بيوحدوا ربهم بعده 300 سنة، إنه عشان الله يعني إعجاز في الإحياء سبحان الله، الله الحي الذي لا يموت. كلها أمثلة، والأنبياء اللي تبهدلوا مع أنهم أنبياء ورسل من عند رب العالمين، لكن معليش هو كده، الله كده، الله يبغى كده، وكله له حكمته. فالواحد لما يشوف أشياء مثلا زي كده، ناس غير طبيعيين، هي ما كانت طبيعية صراحة، أو ناس ردات أفعالهم عجيبة شوية، الواحد يقول يا مثبت العقل والدين ويستمر في الدنيا دي علاقته في ربه. دائما العلاقة برب العالمين هي اللي بتثبت الواحد. الواحد لما بيتشتت ولما بينهز ولما بيتلخبط كلها بتكون ذبذبات بتطلع من الدماغ بشكل فعلي حقيقي، بس الواحد ما بشوفها بالعين مجردا، بتطلع في الكون وبتجذب من نفس نوع التفكير هذا اللي هو التشتت والتوهان وعدم الثقة، والواحد ما يبغى كده. فدائما الواحد يخلي دائما الاتجاه لرب العالمين، الله حضن، فمهما الواحد اتلخبط أنا عندي ثبات رب العالمين معايا، أقدر ألجأ له عشان أفهم. ودائما هي قيمه سبحانه والقوانين حقته هي اللي بتخلي الواحد ثابت، تخليه يعني واثق، لأنه عدم الثقة هذا بيجيب مشاكل كتير. يا مثبت العقل في الدين.